بعض من الناس يأتيه الشيطان ويقول له: لماذا تصلي؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تذكر الله عز وجل وأنت لست بمسلم؟ فيصرفه عن طريق الهداية وعن طريق الخير. ما العلاج؟ العلاج يؤخذ من الطبيب عليه الصلاة والسلام. قال: فليستعذ بالله ولينتهي. وش معنى ولينتهي؟ يعني ليراغم عدوه، لا يسترسل معه، لا تلتفت إليه، لا تشغل بالك به. قد يأتي الشيطان البعض ويريد أن يغسل يده اليمنى، ثم يشرح باليسرى، يقول: لا، ما غسلت يدي اليمنى. ثم يرجع مرة أخرى وثالثة ورابعة، والماء يتقاطر من يده. كيف الحل؟ كيف تراغم عدوك حتى تصل إلى مرتبة الصديق، حتى تتحصل على عبودية المراغمة؟ عليك ألا تلتفت إليه، تتكل على الله جل وعلا، ثم تغسل يدك اليسرى، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل قدميك. وإذا استمريت على هذه الحالة أياما معدودة، إذا بتلك الوساوس تذهب عنك كلية. فإذا أردت النجاة من هذه الوساوس، إذا كانت لديك وساوس في الصلاة، في الوضوء، في العقائد، كل ما يتعلق بالوساوس علاجها محصور في كلمتين قالها عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله، تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولتنتهي، يعني تراغم عدوك، لا تنساق وراءه. إذا قال لك: لم تغسل قدمك اليمنى، اغسل رجلك اليسرى، واعتبر كأنك غسلتها وصلاتك صحيحة. إذا جاءك الشيطان ولبس عليك في صلاتك وأكثر عليك من الوساوس، فلا تسجد سجود السهو. بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل تسلم، واعلم بأن الحرب سجال إلى أن يتوفاك الله جل وعلا.